لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الخبير العسكري العقيد أحمد حمادي. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن قوات النظام خرقت اتفاق سوتشي أكثر من 300 مرة في مناطق حلب وإدلب. ما مدى دقة هذه الإحصائية؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق سوتشي تخرق الهدنة في كل المحافظات المعنية في حلب، حيث شنت عدة عمليات في منطقة الراشدين، في كفر حمراء، في البحوث العلمية، وكذلك في الريف إدلب الشرقي، حيث هجرت العديد من أبناء تلك القرى من جرجناز والرفة وقرى أخرى، كذلك في الريف الحموي في لطامنة وكفر زيتا وحصرايا والزكاة. إذا هي تقوم بخرق متواصل. اليوم هناك قصف على هذه المناطق، يعني قوات النظام والميليشيات الإيرانية تريد أن تخرق هذا الاتفاق لأنها ترى فيه يعني عدم اكتمال سيطرتها على الجغرافيا السورية. لذلك هي دائما تمثل الشوكة أو تمثل الجهة التي تخرق الاتفاقيات وتقتل الشعب السوري، وهي تفعل الآن ما هو سياستها في هذه المنطقة. انطلاقا من هذا الحديث، كيف تفسر هذه الخروقات المستمرة من قبل النظام لاتفاق خفض التصعيد، خاصة استهداف مناطق حيوية كالمستشفيات والمدارس؟ قوات النظام والميليشيات الإيرانية وكذلك الروس هم دائما يريدون الضغط على الحاضنة الشعبية باستهداف المواقع الأساسية والبنى التحتية المتبقية من مشافي، من مدارس، من دفاع مدني. اليوم تم قصف مركز الدفاع المدني في مورك اليوم. إذا هم دائما يريدون الضغط على الحاضنة الشعبية من أجل دفعها نحو التهجير أو دفعها للاستسلام، هذا ما يريدونه، ومستمدين قوتهم أولا من الدعم الإيراني والروسي اللامحدود، ومن ضعف إجراءات الأمم المتحدة والدول المعنية في هذا الشأن. كيف تقيم تعاطي الدول الضامنة مع هذه الخروقات وحصيلتها الثقيلة؟ يعني الدول الضامنة المتمثلة في الروس والإيرانيين والأتراك، الأتراك أقاموا نقاط في هذه المنطقة 12 نقطة، وهم يضمنون قوات المعارضة السورية. أما الروس الذين كذلك أقاموا بحدود 9 نقاط إلى 10 نقاط، والإيرانيون أقاموا 7 نقاط، هم لا يعملون شيئا، بل بالعكس هم يعني يتماهون مع هذا القصف الذين يمثل إرادتهم ويمثل سياستهم، حيث للمرة الأولى قامت الطائرات الروسية باستهداف مناطق معينة في جنوب حلب، يعني ردا على الاستخدام الكيماوي المزعوم الذي دبرته المخابرات السورية ضد أحياء حلب الغربية. الخبير العسكري العقيد أحمد حمادي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.